تفقد وزير السياحة والآثار دكتور خالد العناني الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطار شرم الشيخ، كما تفقد العناني متحف شرم الشيخ للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بالمتحف ليصبح بذلك أول متحف للآثار ومركز الحضارات ووجهة ثقافية وسياحية في مدينة شرم الشيخ. كما تفقد مستشفى شرم الشيخ الدولي بهدف الاطمئنان على المنظومة الصحية واستيعابها لأي أعداد سياحية. تفقد متحف شرم الشيخ المشروع الضخم اللي وزارة السياحة والآثار بتقيمه، المتحف ده كان شبه متوقف من 2011، الحمد لله قدرنا نشتغل فيه آخر سنة ونص وربنا يقدرنا بإذن الله، ونحاول نفتتح جزء كبير منه السنة دي إن شاء الله. التاريخ اللي كان قبل الكورونا كان 30/6، فيعني هنحاول نقرب من التاريخ على قد ما نقدر وربنا يقدرنا نلتزم بيه بإذن الله. بعد كده جينا مستشفى شرم الشيخ، وانا على تواصل دائم مع سفراء العالم، فدايما بيسالوني هتفتحوا السياحه الخارجيه امتى، اثنوا على الاشتراطات اللي احنا اعلنا عنها اللي هي الضوابط اللي هي الاستقبال، ضوابط صارمه جدا زي ما هم بيعملوها في الدول بتاعتهم بالظبط. ولكن عندهم سؤال مهم جدا كلهم بيسالوه لي دايما، الاستعدادات الطبيه عندكم شكلها ايه لو السياحه الخارجيه اشتغلت وجي ناس من بلدنا ولا قدر الله تعبوا؟ فانا كنت برد بناء على تقارير بقولها عن مستشفى شرم الشيخ، فحبيت ان انا ازور مستشفى شرم الشيخ، فنسقنا مع معالي وزيرة الصحة ومعالي المحافظ وجينا زرناها. وانا بعتبر نفسي يعني رحت مستشفيات كتير في اوروبا، لا بجد حاجة معمولة على المقاييس العالمية، مستشفى رائعة. فكان هدف ان احنا نيجي هنا عشان نطمئن العالم ان عندنا استعداد طبية متقدمة.